ما في شيء اسمه تدفع مارش بس لحاله. يعني يا بدك يكون عندك خطة تدفعهم كلهم أو توقف هلأ. هذا أول شيء التفرقة. يعني ما عندي مثلا مني من اللي بيفكر أنه تدفع مارش وبعد يعني ثلاث استحقاقات يعني مارش أبريل وجون كلهم يا كلهم يا ماشي كلهم يعني كلهم ايه يعني هلأ ليش لازم يتدفعوا كلهم برأيي أنا بتبلش قبل ما تشوف شو هو الدواء للمرض بتشخصه مزبوط يعني إذا رشح ولا سرطان. ما ناخد الدين اللبناني كل العالم بيحكوا بالدين اللبناني إنه 87-88 مليار دولار من ضمنه 31 مليار دولار يورو بونز والباقي ليرة. هذا الرقم هو الغلط وهذا الرقم كل العالم بيطلعوا عليه. في كمان 112 مليار دولار اللي هن الودايع العالم مع البنك المركزي. يعني الدين طبعنا نحن 88 زائد 112 200 مليار ناقص الاوفرلاب اللي عم نعده مرتين يعني اللي هو بيطلع شي 165 مليار بلس اور ماينس. خليك معي بتوافق على الرقم ممكن بس في شي بوجه مش يعني منه بده يعملوا ناتينج بدها تضيق خد نوت فيها بليز معليك حتى 165 مليار دولار هو الدين الدولة اللبنانية. طيب من ضمنه هذا الدين عم تحكي حوالي 65 مليار دولار منه ليرة 100 مليار دولار منه دولار. الدين الخارجي بيطلع من 5 ل 12 مليار حسب بلومبرغ 5 حسب استيميتس تانية بتقول وصلت للعشرة وهود المبيعات اللي حكي عنهم موريس يمكن حوالي ماكسيموم 2 يعني عم تحكي ماكسيموم 12 مليار من 5 ل 12 يعني ديننا نحن الخارجي للناس الاجانب بيطلع بين 4 5 او 6% من الدين كله. لذلك نحن اعتبر انت اليوم اللي هو بتعتبره رقم مقبول. إذا قلت لك أنا اليوم إنه الدين لبنان 10 مليار دولار وإذا قلت لك الدخل القومي تبع لبنان اعتبره مش 55 اعتبره نزل لل 40 مليار لأنه عم اقتصادنا عم بيزم يعني 25% debt to GDP ratio هل بتعتبر في مشكلة؟ هل بنعوز الـ IMF؟ فمعناتها هو المشكلة تبعيتنا نحن مش هو الدين الخارجي المشكلة تبعنا الدين الداخلي وهيدا الشيء خبر كتير صار معناتها الحل كتير هين. كيف يعني الحل هي؟ لأنه الدين تبعنا اللبناني أنت بدك مني مصاري أنا بدي منه هو بده منك أنت بدك منه. أوكي. يعني نقعد على الطاولة مثل هاي ونحل حبيا داخليا بدون لا مشاكل مع العالم ولا شيء. بينما الدين الخارجي يعني إذا نحن كلنا عائلة يعني كأنا عم بفهم منك كسيموليشن هلأ دان أنه أنت مع ندفع جزء الخارجي من الدين كأول استحقاقات إن كان مش مارش كلهم كلهم يعني كلهم يا ماشي كلهم تبع كل السنين الجايين او بس هلا تبع كل السنين الجايين بس بطرق مختلفه يعني اول عظيم. بس نحن قدام هذا الاستحقاق دان انت عم بتقول نحن ندفع بارت الاستحقاقات الخارجيه تبعنا ونتفاوض حول الاستحقاقات الداخليه. لا ما بدي اتفاوض مع حدا. اللي بدي اعمله انا الداخليه ايه بدي اتفاوض فيهم. بالنسبه للخارجيه بدفع تبع 2020 لانه ما عندنا وقت لن اعاده هيكله ولا نناقش ولا شيء بده يصير في ديفولت فبندفعهم نحن الشاطرين مثل الشاطرين. بعد 2020 بنعمل مش ريستراكشرنج اعاده هيكله بنعمل ريفاينانسينج. اذا عملنا نحن مشروع اصلاح بالبلد وضبينا البالانس اوف بيمنت ديفيسيت تبعنا ضبينا المصاري الريميتنسز بشكل ما تجي بالشنط المصاري حسننا البلد بالشكل هيدا ممكن ساعتها نحن نقدر نتدين لانه فينا نستعمل مش قضيه صيتنا برا قضيه الريكورد تبعنا. انت اليوم اذا انا ديني صار لك 70 سنه ولا مره انا كل مره دفعت لك الدين تبعي فرق ما انت مع واحد ثلاث اربع مرات عمل تعثرات. لذلك الريكورد بالدمم عند البنوك في 3 سيز واحد منهم هو الكريدت ريكورد تبعك يعني تاريخك والكاركتر تبعك. اوكي.